بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدا وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. تجري المنافسات على ارضيه ميدان الشحانيه وتحضر الشعارات الكبيره القويه المشاركه على ارضيه ميدان التحدي بتحديات الكبار ومنافسات هذه الاسماء المميزه الحاضره من مسافه 6 كيلومترات. تابعنا معكم في الأشواط الأولى الرئيسية أقوى أيضا الفئات من البكاري والقعدان، حضرت وتنافست وكانت أيضا لها الحضور القوي، وكان الحضور المميز في الشوط الأول الرئيسي للبكار مع هقوة المبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري من أهدى أبناء السلطنة هذا الناموس الصباحي المميز في هذا السباق المحلي السابع من المرحلة الأولى. شاهدنا أيضا شوطنا الماضي وكان الحضور لمرموق بشعار بوشريدة عبد الرحمن بن صالح بن حمد بوشريدة من أهدى هذا الشعار وجماهيره هذا الناموس الصباحي خاطفا أول أشواط القعدان. تجري أمور هذا الشوط وتجري الشعارات الحاضرة وملاك ومضمرينها أيضا يمنون النفس بانتزاع نقطة صباحية وناموس صباحي مع تحديات هذه الانطلاقة. لنبدأ مع مسيرة أول المراكز، لنتابع معكم شعار العيد من يفتتح النداء بانطلاقة البداية ومع مقدمة هذا الشوط بحضور الشايقة عبد الله بن ناصر بن سعيد بن محمد العيدة مع المركز الأول ومع الصدارة والبداية. المركز الثاني يا سلام، شعار أيضا يحضر بتحدياته مع تقدم نحابة حمد بن سالم بن علي بن جويل النابت المري مقدم النهابة من بدأ تنهب المراكز بحضورها لتكون هي المنطلقة على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من الضعاين عبد العزيز بن جابر بن علي الحنزاب المري، وثالثا حضور وتقدم الشايقة عبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة مقدما لنا الشعار السيلاوي. المركز الرابع حضور من الدوحة لناصر بن محمد بن مسعود الحباب الهاجري. نقلتنا إلى المركز الخامس لنرى معكم تقدم شعار البريدي من يحضر بتحديات ومنافسات. خامس الأسماء سراب المبارك بن صالح بن ناصر الكداد الهاجري مع المركز الخامس ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والحاضرة. نتابع أيضا هذه اللقطة الجميلة من الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية من مخرج هذا السباق علي بن محمد مشارب الأسماء الحاضرة خلف النداء والشعارات المتواجدة القادمة التي ما زلنا نترقب قدومها وحضورها لتشكيل المنافسة وتشكيل أيضا التحديات في هذه الانطلاقة. أعود إلى البداية وإلى المقدمة لأتابع معكم مسيرة أول المراكز. الضعاين عبد العزيز بن جابر بن علي الحنزاب المري مقدما لنا الضعاين من غيرت مجريات الشوط وسيطرت على البداية وعلى المركز الأول لتكون هي القائدة لزمام الأمور، لتكون هي المسيطرة المتربعة بشعارها مع المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني التواجد من نهابة شعار بن جهويل حمد بن سالم بن جهويل المري من يواصل إبداعات هذا الشعار ويقدم لنا نهابة أحد النوعيات النادرة والأسماء الكبيرة التي تحمل لنا أيضا هذا الشعار وتحضر بانطلاقتها مع المركز الثاني لتراقب أوضاع الصدارة في مراقبة دقيقة جدا بهذه التحديات. المركز الثالث أول نداء تصل مرسى محمد بلويهي الجحافي مقدما لنا مرسى بانطلاقتها من بدأت
ترسي نحو المركز الثالث قادمة هذه الضيفة من سلطنة عمان بحضورها وانطلاقتها. يتابعها أحمد بن محمد الجحافي من يرافق هذا الشعار دائما لأيضا حضوره ومشاركاته وتحدياته، ومراقبا ومسيرا ومضمرا لهذه الأسماء التي تحمل لنا هذا الشعار. المركز الرابع التقدم من قبل الذهيبة خالد بن سيف بن بعد السيف الخيارين مقدم لنا أبو سيف هذه الانطلاقة. يبغى يكيف أبو سيف بأيضا اختطاف نقطة هذا الشوط وناموس هذا الشوط. المركز الخامس على ما يبدو شعار بن هليل حاضر مع أرصاد طالب بن فرج بن هادي بن هليل المري مقدما لنا أرصاد، وأرصاد أجواء المنافسة أيضا بهذه الانطلاقة ترتفع درجة حرارة هذا الشوط مع قدوم أرصاد ومع أيضا قدوم الأسماء والشعارات. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة. لنعود إلى البداية وإلى المركز الأول لنتابع معكم مسيرة أول المراكز. لنستجد النداء مع المركز الأول لنتابع جديد المقدمة، لنتابع الذهيبة من بدأت بالذهاب نحو اختطاف نقطة هذا الشوط. الذهيبة لخالد بن سيف بن فادى سيف الخيارين، يقدم لنا الذهيبة ليكون خالد هو الخالد حتى هذه اللحظات مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني تواجد الضعاين تعود الملكية عبد العزيز بن جابر بن علي بن جابر آل حنزاب المري. المركز الثالث ثلاثة أسماء قاتمة، يا لجمال المنظر، قدوم الأسماء قدوم الشعارات. ثالثا التواجد من أرصاد طالب بن فرج بن هادي بن هليل. المركز الرابع وصول فخر سعيد بن حمد بن محمد الجار الله المري مع المركز الخامس أو مع المركز الرابع. خامسا عند الجحافي مع مرسى محمد بن الويهي بن الويهي الجحافي مع المركز الخامس ومع خامس التحديات. تتابع سيل جارف، سيل جارف من الجذاع، تتابع أيضا قدوم الأسماء ليحضر الامتاع لتحضر المتعة بقدوم هذه الأسماء بقدوم هذه الشعارات وهذه التحديات. أعود إلى البداية، أعود إلى المقدمة، الضعاين الضعاين على البداية وعلى المقدمة ومع الصدارة تسيطر على أول المراكز. مع المركز الأول الضعاين رصيدها حافل بالإنجازات. عندها نقطة في مهرجان المؤسس معلومات الكمبيوتر، يقول أيضا الضعاين صاحب نقطة في مهرجان المؤسس تحضر الضعاين لعبد العزيز بن جابر بن علي آل حنزاب المري. المركز الثاني عند الخيارين مع الذهيبة خالد بن سيف بن بادر سيف الخيارين. المركز الثالث قدوم وتواجد مع أيضا العي طموس لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. المركز الرابع شعار بن جرحب وصل الداب مع انطلاقة رحية عبد الله بن صالح بن سعيد العيدة، وهنالك أيضا قدوم الأسماء وحضور الشعارات القادمة بهذه اللحظات الجسسية حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري. أعود إلى البداية، الضعاين الضعاين راحت بناموس الشوط بدون أي تعليمات بدون أي أوامر، سلامي على السبوق حينما أيضا تقدم العروض المميزة، حينما أيضا تندفع خاطفة نقطة هذا الشوط. نهني مالك الضعاين من هذا الموقع من باعدت المسافة وخطفت نقطة هذا الشوط. فأيضا من يقدم لنا بن حنزاب عبد العزيز بن جابر بن علي بن جابر الحنزاب، لك الشكر والتحية من حافظ على الضعاين وقدم لنا الضعاين خاطفة النقطة هذا الشوط. المركز الثاني عند الخيارين الذهيبة لخالد بن سيف بن فهد سيف الخيارين. المركز الثالث كان الوصول من قبل جساسية حمد بن علي بن صالح بن جرح. المركز الرابع وصلت أزمة لصالح بن محمد بن سعيد العيدة. المركز الخامس كان الوصول من قبل رحية عبد الله بن صالح بن سعيد العيدة. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهدنا المنافسة التي حضرت هذا الشوط
وحضور الشعارات والأسماء المتواجدة في هذه الانطلاقة الضعاين، وتوقيتها الزمني لحث الوصول 9:15 98 زمن الثانية، توقيت مميز. مهني مالك الضعاين، من قدم لنا الضعاين عبد العزيز بن جابر بن علي بن جابر آل حنزاب المري، المركز الثاني كان الوصول من قبل الذهيبة، توقيتها الزمني لحظة الوصول. هذه مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، ذهيبة توقيتها الزمني 9:21 63 زمن الثانية، كانت تلك لخالد بن سيف بن فهد سيف الخياري، المركز الثالث كان الوصول. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، من شعر بن جرحب اللي هي الجساسية 9:23 61 زمن الثانية، كانت تلك لحمد بن علي بن صالح بن جرحب على هذا الفوز المستحق.